مد الصاق، ابدأ الخطوة وافر حقق الحلم بقوة، بكرة أحلى هتحلى طول ما. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى. يمكن لسه مكملين مع حضراتكم حلقة بدأناها الخميس اللي فات مع فضيلة الشيخ إسلام النواوي عن الحجاب والأقاويل الكتير والهجوم الكتير جدا اللي ممكن بيظهر من الوقت للآخر على المحجبات، وإنه الحجاب مش فرض، وإنه في ناس كتير جدا بعد سنين طويلة جدا محجبة ممكن تقلع الحجاب وتقتنع تماما إنه مش فرض علينا، وناس تقول انه الحجاب ده هيبقى لا هتلبسه هتبقى يعني بهدله ودهوله وعدم اهتمام بنفسها، لكن لا، الست المحجبه تقدر تهتم بنفسها كويس قوي، والحجاب هدايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو بيجي في لحظه كده يهدي البني ادم. يمكن الحلقه اللي فاتت كنت قلت لحضراتكم قصتي مع الحجاب يمكن قصه طويله جدا، وانا محتفظه لحد النهارده بعد إذنك بقى فضيلة الشيخ بأول طرحة لبستها في حياتي، دي أول طرحة أنا حطيتها أهي، غطيت بيها شعري، ويوم لما لبست الطرحة وخرجت بيها كل الناس قالت لي على وشك نور بشكل غير عادي، وفكرة الحجاب جات لي في لحظة واحدة وأنا قاعدة مستنية أصلي الفجر، هي إشارة جات من عند ربنا سبحانه وتعالى إن أنا عايزة أعمل كده. وكان يوم تلات وقلت يوم السبت هلبس الحجاب عشان أنزل أجيب دي وتبقى أول طرحة لبستها في حياتي، أنا محتفظة بيها وبالنسبة لي بحبها جدا 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 وبلبسها لحد النهاردة، وكل ما احطها على راسي افتكر ان دي كان اول يوم احس فيه اني قريبة قوي 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 من ربنا سبحانه وتعالى. ناس كتير قوي تقول انا نفسي بنتي تتحجب ونفسي تلبس الحجاب بس انا مش عايزة يعني افرض عليها ده، او نفسي احببها في الحجاب بس انا عايزة اسيبها براحتنا. ازاي يبقوا ولادنا حاسين ان هم عايزين يلبسوا ده على اقتناع، وانه الحجاب هو صله بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، انها ممكن تكون حاجه شخصيه بين الفرد او العبد وربه، ولكن هي حاجه من اجمل ما يمكن. النهارده هنكمل مع حضراتكم الحجاب مع فضيله الشيخ اسلام النواوي، وان شاء الله هكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضلت الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يديم عليكي ذكرياتك الطيبه الجميله، وبهنيكي على التكريم اللي اتكرمتيه، ربنا يجعله طبعا في ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. امبارح الحمد لله برضو من كرم ربنا سبحانه وتعالى على البني ادم، امبارح تم تكريمي في وزاره الداخليه من سياده اللواء خالد فوزي مساعد السيد وزير الداخليه عن الفيلم اللي انا شاركت فيه بصوتي، الفيلم التسجيلي الخاص باعياد الشرطه. يمكن كان شرف كبير جدا ليا تكريمي ضمن يمكن نخبه من العمالقه، كل الشكر والتقدير لكل فرد في وزارة الداخلية، وشكر خاص لسيادة وزير الداخلية السيد محمود توفيق. حاجة الحقيقة مشرفة قوي ان الواحد يبقى بيتكلم عن مصر، وكانت فرصة عظيمة ليا واحساس غير عادي طالع من قلبي قوي وانا بتكلم عن بلدي. اتمنى لك الخير واتمنى لك التوفيق، اي واحد مننا في نجاحه بيبقى فيه جزء من نجاحه صدقة، الحمد لله، او صدقة النجاح أو هدية النجاح. كل إنسان مننا ناجح للناس اللي عايشين معاه حق، لبلده اللي عايش فيها حق. طبعا. ربنا دايما يجعلك في الحق وفي خدمة الحق يا رب العالمين. أمين يا رب. ودايما من المكرمين في الدنيا والآخرة. ربنا يخليك يا رب. الفكرة بس خلينا أعمل بس مدخل زي الحلقة اللي فاتت، هو إحنا ليه بنتكلم كتير عن الحجاب؟ إحنا ليه بنتكلم كتير عن الصلاة؟ إحنا ليه بنتكلم كتير عن الصوم؟ إحنا ليه بنتكلم كتير عن الحج؟ ليه يا مشايخ بتتكلموا كتير؟ لان زمان حضرتك ما كانش حد بيتكلم عن الحجاب كتير، ما كانش حد بيتكلم عن الصلاه كتير، ما كانش حد بيتكلم عن الزكاه كتير، او الزكاه اتكلموا عليها عشان كان فيها مشكله. طب ليه يا جماعه يا علماء ما اتكلمتوش عن الموضوع ده؟ قال لك لانه لم يكن يتوقع العلماء ان يجي واحد في المسلمين ما بيصليش،
صح. ان يجي حد في المسلمين يقول الحجاب مش فرض، فما كانوش محتاجين يتكلموا. طب احنا بنتكلم ليه؟ احنا بنتكلم عشان احنا دورنا ذكر. وربنا قال ايه؟ ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى مش للغافلين، الذكرى للمؤمنين اللي ممكن طموحاتهم واحلامهم وسرعه الحياه تنسيهم. فنذكر وشوف ربنا سبحانه وتعالى على الرغم من النسيان ربنا سبحانه وتعالى سماهم مؤمنين لانهم صدقوا. كتير من اللي مش محجبين وكتير مش من اللي ما بيصلوش وكتير من اللي مقصرين في حق ربنا قلوبهم مليانه بحب ربنا. فربنا قال لنا ذكر، ما تلزمش، ذكر، قول جد، كرر مره واثنين وثلاثه وعشره. وبعدين يجي مؤشر الخطر. هي ليه دعاوى ان الحجاب مش فرض بتنجح في حين لما يجي حد يتكلم يقول لك هو انتوا ما لقيتوش غير الحجاب؟ لا، هو انتوا ما لقيتوش غير الحجاب؟ هو انتوا بتمنوا علينا بالحجاب؟ ابدا والله، ابدا والله. بس يعني احنا دورنا فذكر، احنا حائط صد، احنا دفاع، احنا ديفنس، احنا عمرنا ما كنا هجوم بالمناسبه. طبعا يعني المصلحين والذين يصيرون في طريق الله على حسب نياتهم واختلاف نياتهم، عمرنا ما امرنا ان احنا نكون هجوم، احنا دايما دفاع. ليه دفاع؟ بنقول يا جماعه اعملوا كذا، بنقول يا جماعه بنور كذا. بس لان انا مش هخبي عليكي، قريت تعليقين. فين بالظبط؟ على الحلقه اللي فاتت، على الحلقه بتاعتنا. انا بحب اتابع يعني. التعليق الاول، هو انتوا ما قدامكوش غير الحجاب مش لاقيين مواضيع تانية عشان تتكلموا عنه؟ الكلام ده هيتقال لو اتكلمنا عن الصلاه، والكلام ده هيتقال لو اتكلمنا عن الزكاه، والكلام ده هيتقال لو اتكلمنا عن الحج. احنا بنتكلم في بضاعتنا. انا بالظبط زي الراجل اللي عنده محل، فهو لازم يقول للناس عندي سمنه وعندي زيت وعندي سكر طب. وعندي، فانا عندي صلاه وعندي حج وعندي حجاب وعندي، وبختار المواضيع اللي فيها مشاكل. التعليق الثاني هقوله لك، يمكن انت ما شفتوش وما تزعليش. لا انا ما بزعلش من اي حد. مكتوب لك كده، هو انت بتمني علينا بحجابك؟ لا. انا؟ اه. طب وانا همن عليكم ليه بحجابي؟ هي ثواني بس. انا واحد من الناس اسعد ان اختي لميا تطلع تقول للبنات وللشباب الصغيرين انا ما كنتش محجبه، لكن جات لي لحظه هدايه. واسعد ان لفت حجابي. اي نعم. وانت فاكر ان حلقه النهارده مش هيجي لنا عليها كلام وهيتقال لك بصي دي طالعه تعمل شو اللي انت طالعه بتعمليه ده؟ اعملي اللي انت تعمليه. احنا 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 علمونا قبل ما نتعلم العلم الشريف، انتوا بتتصدقوا باعراضكم. انت عارفه احنا لو نفسنا قصير واي حد قال لنا كلمه زمزقنا هنخش النار. ليه هنخش النار؟ لان احنا وظيفتنا نتحمل الناس ونمد ايدينا للناس عشان ناخد بايديهم وياخدوا بايدينا للجنه. مش احنا بس اللي هناخد بايديهم للجنه، هم كمان احنا محتاجين الناس. لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم قالوا له فيه تبا لك يا محمد الهذا جمعتنا، واللي قالها له عمه، تخيل ابو لهب يقول لسيدنا النبي هو عمه تبا لك. ولو كان ابو لهب قال للناس امنوا بمحمد كان الناس دي كلها امنت. لكن سيدنا النبي طول نفسه أو 11 سنة في مكة يقولوا لما يقولوا علينا، يعني لما يتريقوا علينا وإحنا ماشيين في الخير أحسن ما يتريقوا علينا وإحنا ماشيين في الشر. صح. كان في ناس، كان في أحد العلماء وهو بيشرح فياخدوا سنة من النوم كده ويصحى يبتسم فالناس تسخر منه. يعني هو طبيعته كده، هو بيتكلم بينام وكان عالم، فلما يصحى مبتسم. فقالوا له انهم يسخرون منك. قالوا نحمد الله ان ادخلنا البهجه على نفوسهم، شكرا، طالما انبسطوا. فان يسخر الناس منك وانت في طريق الخير افضل لك من ان تفضح وانت في طريق الشر. صح. وماله، ما هي حسنات. هو انت متخيله ان اي واحد غني ولا مشهور ولا حياته لذيذه كده؟ ما فيش حد حياته طول الوقت ماشي حلو ولا حد طول الوقت ابدا. ده انا هقول لك الجديد، كلما زادت درجه الانسان كلما زادت معاناته. كلما زادت درجه الانسان كلما زادت معاناته. دخلنا منطقه الحجاب بقى ليه؟ احنا سمعنا ان ناس بيقولوا الحجاب مش فرض. حاضر يا جماعه، تيجوا نقعد نتكلم مع بعض ولا تقعدوا تعملوا بروباجندا وتعملوا ضجه وشو وتلبسوا على الناس دينهم؟ لا، هنعمل بروباجندا وشو. طب واحنا هنطلع مع الست لميا ونقول يا جماعه
الايه اللي قلناها المره اللي فاتت، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. شوف شوف الخطاب الجميل، الدعوه الجميله. مش يطلع واحد يقول لك اللي مش محجبه كافره، ده ربنا بيقول لسيدنا النبي قول لزوجاتك اللي هم معاصرين الوحي اللي الوحي بينزل في بيوتهم، وبناتك اللي هم بضعه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين، عشان نساء المؤمنين ما يزعلوش ان سيدنا النبي بيقول لهم هم، لا ده بيقول لزوجاته وبناته. شفت الدعوه الجميله الحلوه السامحه اللي تدخل القلوب؟ طب ليه؟ ليه؟ عشان احنا بنخنقكم، عايزين نخنقكم وتلفوا شعركم والدنيا حر والدنيا صيف وشعر بيتقصف ده كله؟ لا، ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين. ايه بقى الموضوع؟ الموضوع زي ما قلت لك الحلقه اللي فاتت، انه كان زمان النساء لما بيلبسوا حطوا قماشه على شعرهم كده قماشه، فكانوا يسيبوا الحته دي باينه كده، وبعدين جزء من الـ من الـ من الصدر. طبعا الناس يقول لك الصدر، لا هي مصل دي او الرقبه. فكان يطمع الذي في قلبه مرض، المتحرش والخايب والسافل والتابه والتافه، يقول لك لا دي الست دي مطمعه. فربنا سبحانه وتعالى، لان الانسان خلقه الله ولان المراه دي مخلوق كريم وشريف، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم طب لفوا الطرحه كده. طيب وبعدين في الايه الثانيه بقى يقول، طب قبل ما نقول الايه الثانيه ناخد التليفون. طيب مدام ايمان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لميا؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الصوت مش عندنا في الاستوديو. الف مبروك يا حبيبتي، وفي تألق دايما كده. الله يبارك فيكي، ربنا يخليك يا رب. هو الاستاذ احمد ده الله يخليك يا حبيبي، الحجاب للصوت. لا الحجاب. بقول لحضرتك عايزه اسال سؤال بس خارج الحلقه، معلش. اتفضلي. كنت عايزه اسال فضيله الشيخ دلوقتي بالنسبه لسجده السهو، لو انا مثلا وانا بصلي حسيت ان انا في ناقص ركعه، فبصلي سجدة السهو قبل السلام قبل ما اسلم، تمام، هل هي الصلاة كمان لو بزيادة، لو انا صليت ركعة زيادة يبقى في نفس ولا بعد ما اسلم بالظبط؟ حاضر. عند حضرتك سؤال تاني؟ لا شكرا، ربنا يكرمكم. نشكرك على اتصالك. سؤال مهم جدا. اذا كان في صلاتي نقصان، مش هسجد سهو بس، لا انا هجيب الرقعه اللي ناقصاني. يعني انا بصلي، وده بيحصل لناس كتير، ويقول لك انا عندي وز وبعد اسلم واعيد الصلاه. لو انا بصلي ونسيت، هي الصلاه اللي انا صليتها ثلاث ركعات ولا اتنين؟ في الشرع بنقول كلمه كده، ببني على الاقل. يعني ايه ابني على الاقل؟ الاكيد اتنين. وده طبعا برضو اللي هيروح يحج ولا يعمل عمره في الطواف، هو خمس اشواط ولا ست اشواط؟ الاكيد خمسه. وابني على الاقل. طيب بعد ما اخلص صلاتي بجيب ركعه كمان اللي هي اللي فايتاني، وبعد ما بخلص بعد ما اسلم، ثواني بقى ما انا هقول لك اهو. طيب واقوم ساجد للسهو. طب اسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ينفع الاثنين، ينفع اسجد قبل السلام، وينفع لحد يفكروا السلام بتاعت الدائري اللي على الدائري، لا السلام بتاع الصلاه. قبل ما اسلم ينفع ان انا اسجد للسهو سجدتين سهو، ويجوز ان انا بعد ما اسلم. طب ده حصل فين؟ جبناها ازاي؟ العلماء اتكلموا ان سجده السهو اللي سجدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد ما خلص وسلم صلاه، وقام جاب ركعتين كمان وراح سجد للسهو. فمن هنا قالوا يجوز سجده السهو قبل السلام وبعد السلام. لكن بعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا اذا كان السهو بسبب نقص في الصلاه يبقى قبل السلام. نقص في الصلاة؟ يعني أنا صليت اثنين ولا ثلاثة، أنا نسيت التشهد اللي في النص، أنا نسيت أقرأ السورة القصيرة، ده نقص في الصلاة، يبقى قبل السلام. إذا كان زيادة، يعني واحد قال لك أنا صليت خمس ركعات يا سيدي، يبقى بعد السلام. وده من أقوال العلماء. لكن على كل يجوز سجدة السهو قبل السلام وبعد السلام. لكن لو هسجدها بعد السلام ما يتخللش بين سجودي للسهو والسلام فترة طويلة. يعني وأنا قاعد على السجادة ابني قال لي ماما أنت ما صليتي، أنت صليتي ثلاث ركعات، وهي بتصلي مثلا الظهر، تقوم وهي واقفه على السجاده الله اكبر وتجيب ركعه، وبعد ما تخلصها تسجد للسهو. لكن واحد بقى قام، وبعد ما قام وكل ومش عارف ايه، ده بقى مسافه طويله، هنضطر كده نعيد الصلاه. تمام. طيب خليني بقى اتكلم من نقطه النقطه الثانيه، الناس اللي بيقولوا هو الحجاب فرض فين وجيب في وايه الايات اللي بتقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في 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 في, في الايه الكريمه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه. ايه اللي ما ظهر من زينه المراه؟ وجهها وكفيها. عرفناها منين؟ من عاده العرب. فوجهها اللي هو زي ما حضرتك عامله كده، وكفيها قالوا موضع الخاتم والاسوار، يعني بعضهم قالوا ان الموضوع يوصل لغايه هنا اللي هو موضع الاسوره يعني. طيب
اللهم صل على سيدنا رسول الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. انت لما مسكت طرحتك وقلت دي اول طرحه انا لبستها، فكنت عايز اقول لك كومنت صغير. اتفضل. اهو بقى الحجاب الصح، الصح اللي زي ما الكتاب بيقول، ان الست الفاضله تاخد الطرحه كده وتنزل على منطقه الجيب. طيب ايه منطقه الجيب؟ الجيب هو الصدر. منطقه الجيوب هي الصدر. ليه؟ لان منطقه الصدر من المناطق التي قد يفتن بها اي انسان. فربنا سبحانه وتعالى لما يجد الحجاب نازل من ارتفاع الراس على منطقه الصدر، فيخلي المنطقه دي مش باينه. وشوفي رحمه ربنا ربنا بيحب الانسان طبعا. بيستر عورته. انا كان نفسي الناس تزعل وتقول هو انتوا ليه بتقولوا للست مثلا اخلعوا الحجاب لو الدين بيقول كده، لكن شوفي الجمال بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وده اسقاط هندسي. ان منطقه الصدر دي لطبيعتها، فلو المراه لبست مثلا شال او لبست اي حاجه هتفضل المنطقه مجسده، لكن لما تنزل بارتفاع الراس. لكن على كل اللي هو الموضوع ايه، اصل انا بداري شعري بس صح، بس احنا في شويه تقصير. لان كان زمان النساء يعملوا ايه؟ يلبسوا الطرحه ويقوموا لمنها على كتفهم كده. عارفاها دي؟ عارفاها طبعا. طيب فربنا سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وده ادعى للستر. طيب جه العلماء اتكلموا بقى، يعني هو ده الافضل عشان نبقى بالزبط. يعني بالزبط. عملنا الشيء متكامل بالظبط. هيجي حد من اللي بيسمعنا ويقول لك ايه؟ طب ايه يعني فين الدليل بقى؟ طب قبل ما نقول الدليل ناخد التليفون معلش. مدام ايمان. مدام ايمان سلام عليكم. الو اتفضلي. اهلا بيكي. مدام حنان. مدام حنان اتفضلي. ازيك يا دعاء عامله ايه؟ طب انا لميا بقى مش دعاء. واحده بواحده بقى، واحده بواحده. والله نورتيني. اتفضلي. الحمد لله بخير. عايزه اسلم على فضيله الشيخ، وعايزه اقول لكم حاجه بمناسبه العنوان بتاع البرنامج. اتفضلي. عايزه اقول انت يا حلوه يا اموره خلي الطلعه مستوره، صلي وغطي على شعرك واعمل حساب الجورة، جورة عتمة كتير كتير فيها سؤال منكر ونكير، أرضها ما فيها حصير وأرضها ما فيه بلورة، يلا يلا على الراحيل سقفة ما فيها تأخير، لا بتعرف لا كبير وصغير شو حضرت لها الجورة، شو حضرت لها الجورة. وانا بحييكم جدا على البرنامج. الله عليكي، ده ايه الجمال ده. ربنا يخليكي يا دعاء. يا لميا يا لميا خلاص يا لميا. لا يا حبيبتي انا ودعاء واحد. واو والله والله ربنا يبارك فيكم. ربنا يخليكي يا رب، نورتينا وتسلمي على كلامك الجميل. طيب ناخد مدام سما. الو الو سما معانا؟ طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن، قعدنا ندور في، خدي بالك الدين لا يؤخذ بالراي والهوى. يجي واحد يقول لك اصل لا مش الخمار ده مش معناه كده. قعدنا ندور في كل معاجم اللغه ايه الخمار. قال لك الخمار هو ما يستر، والخمار في عاده العرب هو ما يستر راس المرء، هو ما يغطي الشعر. فخلاص احنا كده استقرينا على عاده العرب. يجي حد يقول لك طب ما هو الدليل ده ممكن يحتمل معنى زي بالظبط قول الله تبارك وتعالى والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم يعني نتوضى، يعني يفهم من سياق الايه مثلا ان ممكن اتوضى قبل الصلاه او بعد الصلاه. لو الايه سياقها كده مفتوح اذا قمتم الى الصلاه فانا قمت هصلي وبعد ما اصلي ابقى اتوضى. لكن اجماع المسلمين يعني كتب العلم والمسلمين اللي كانوا موجودين اللي شافوا سيدنا النبي بيتوضا قبل الصلاه اجمعوا ان الوضوء سابق للصلاه. فاصبح الدليل خرج من مساله الظنيه ان ممكن قبل وممكن بعد. في احتمالات كل الكلام اللي جالنا من العلماء ومن الناس بتوع زمان سلفا وخلفا ان الحجاب فرض، فخرج الدليل من الظنيه. لبعض الناس يقول لك لا اصل الايه دي مش واضحه في الدليل. واجي ازعل من حاجه بس. اتفضل. محاولة سلخ الثقافة الإسلامية من تاريخ المسلمين، من تاريخ المصريين. يعني حد يقول لك إيه الحجاب ده أساسا مش 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 من ثقافة المصريين. مين قال؟ مين قال إنه مش من ثقافة المصريين؟ في الستينات والأربعينات والخمسينات كان موجود، وكان موجود البرقع.
وبعدين لما البرع اتخلع قلنا يا جماعه مفيش مشكله، ده زمان حتى يعني لما بنشوف هرد على حاجه بس حاجات بسيطة. زمان كانوا بيبقوا حاطين امامهم مسموح حاجات، هرد على حاجه بسيطه. يجي حد يقول لك ايه ده بنت الشيخ الفلاني كانت متصوره بشعرها. ما هي بنت الشيخ الفلاني دي اتصورت فين؟ ما يمكن في بيتها. ما يمكن في بيتها والصوره بعد كده خرجت. وحتى لو 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 سين او صاد من الناس ما كانش محجب، ما فيش حد مننا حجه على الدين. بالظبط، الدين حجه على نفسه. لكن هقول حاجه، اتفضل. مش معنى ان احنا بنتكلم عن الحجاب معنى كده ان اللي مش محجبه وحشه وان اللي مش محجبه لا لا خالص، احنا بنتكلم على الناس اللي بتهاجم اللي لابس الحجاب. خلينا بقى معاكي في الحته بتاعه اللي بتهاجم اللي وانت فكرتني بحاجه مهمه جدا يا فضيله الشيخ، انا قلت لك هقولها لك الحلقه الجايه. واحنا بنتكلم على فكره بعض الوظائف اللي بتقول لا المحجبه ما تشتغلش، وده موقف حصل قدامي. كنت في مكان والست اللي موجوده في المكان قالت لي على فكره انا محجبه، بس انا عشان لقمه العيش اضطريت ان انا اشتغل هنا لاني مش لاقيه مصدر تاني، لكن اجبرت ان انا طول ما انا موجوده في مكان شغلي ابقى من غير الحجاب، اول ما بخرج بلبس الطرحه. وانا رديت عليكي الحلقه اللي فاتت بعد الهوا، لكن هقول لك على حاجه قبل ما ارد. اتفضل. هو ليه يبقى الدين في حياتنا هو السهل؟ يعني ليه الدين في حياتنا يبقى هو السهل ان احنا نضحي بيه؟ ده في بعض الناس احيانا كلام مديره او رئيس المجلس الاداري بتاعه او ايا كان اللي هو فوق منه بيبقى اقوى عنده من كلام ربنا. يعني انا عايز اضرب مثل، طب ما هي حضرتك مذيعة اهو يعني وشغال الحمد لله، اتحطيتي في كورنر معين مش قضيتنا لكن انت شغاله، ده وده احلى كورنر القصة في الدنيا. القصه في ايه؟ القصه في الدين ولا في المجتمع ولا في فهم الدين ولا الناس عايزه تطبق ولا ما تطبقش؟ هي القصه في كده. خلصنا خلصنا مع طيب أسف. هنهي معاك الدنيا بس في 30 ثانيه. فضل. احيانا بننشر ثقافه الحجاب غلط مع اولادنا. يعني ممكن الاقي واحد بنته عندها سنه وملتمها كده اقول لك عشان البت تطلع من سبع وسبع سنين وتطلع اول ما أبدا توصل سبع سنين. اللي انت بتعمله ده يا مولانا غلط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربى السيده اسماء في بيته اللي هي اخت مراته. فلما السيده اسماء كبرت ودخلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقميص رقيق، قميص رقيق يعني اللي هي جلابيه البيت عشان ما حدش مخه يروح ويجي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم بس بيعلمنا بيقولها ان المراه يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض. يعني ايه يا مولانا؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساب السيده اسماء وهي طفله براحتها لغايه ما بقت ليدي، بقت سيده اسماء بنوته وكبرت، قال لها اذا بلغت المحيض سابها تعيش سنها واحده 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 لغايه قال لها لا يصح ان يظهر منها الا هذا وذاك، واشار الى وجهها وكفيها. ودي حكمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الاحكام. وبعدين العلماء يتكلموا بقى عشان الناس اللي بيسالوا هو لازم البس الشراب وانا لا بصلي ولا بتاع، فبعض العلماء قال يعني يجوز ظهور قدم كعب القدم عشان بعض الناس قالوا لا في حرمانيه، ودول الساده الاحناف في الجواز. ربنا يهدينا ويهدي بينا ويتقبل مننا كلنا ويهدي كل الناس. ربنا يبارك فيك يا استاذ، نورتني يا فضيله الشيخ واشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. زي ما عودنا مشاهدينا هنروح مع حضراتكم الفاصل، بعد الفاصل فقرة مسجلة من وبكرة أحلى لو عشتوا كان لي عمر. أشوف حضراتكم بكرة على خير الساعة 3 بإذن الله، أشوفكم بألف خير. سلام عليكم. كل ما بتكون بشرتنا صافية وصحية كل ما جمالنا بيبان أكتر، عشان كده من أكتر الحاجات اللي بنهتم بيها هي جمال بشرتنا. ومش بس جمال البشرة هو اللي بيظهر جمالنا وثقتنا في نفسنا، كمان جسمنا. كل ما وزننا يبقى مظبوط أكتر ومفيش أي مشكلة كل ما جمالنا يبان أكتر. النهاردة في فقرتنا هنجاوب على أسئلة حضراتكم اللي بعتوها لنا الخاصة بالبشرة وبالجسم، وهنعرف إزاي نقدر نحافظ على بشرتنا وإزاي كمان نقدر نحافظ على وزننا مع الدكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدلة، دبلوم التغذية والتخسيس من الجامعة الأمريكية، عضو الجمعية الكندية لأمراض السمنة. دكتور اهلا بيك وكل سنه وحضرتك بألف خير. اهلا بيكي وكل سنه طيبه. يعني ناس كتير بقى في بدايه السنه وهم داخلين على السنه الجديده، ويعني بيبقى في تجمعات عائليه واصدقاء مع بعض، وكل بيبقى عايز بشرته تبقى كويسه وشكله صحيح. يبقى لطيف وجسمه يبقى كويس، وده مش بس في بدايه السنه، ده المفروض انه يبقى طول السنه. خليني اقول لحضرتك الاسئله اللي جات لنا، لان الحقيقه في اسئله كتيره قوي موجوده معانا خاصه
بالبشرة وبجمال البشرة وبمشاكل البشرة. أول سؤال اللي موجود معانا النهاردة، هي بتقول عندها 21 سنة وعندها خطوط رفيعة وتجاعيد بتظهر في وشها، والمشكلة دي ممكن تكون مضايقاها جدا، يعني جربت حاجات قوي لكن مع الأسف مفيش حاجة جايبة نتيجة. بصوا، هو السؤال ده شائع قوي وناس كتيرة جدا بتسأل عليه، بس كان زمان كان دايما السؤال ده بيجي من السن فوق ال 35. طبعا عوامل البيئة والأتربة والتلوث، كمان أشعة الشمس الضارة، كل ده أثر بقينا نشوف في السن الصغير كمان ابتدى يظهر خطوط بيضاء. طيب السؤال ده لانه اتكرر كتير قوي، فانا كنت حابب النهارده في حلقتنا ان احنا يبقى ما نقولش كلام نظري، نقول كمان كلام عمل. تعال نروح لليابان. في اليابان هناك اتعملت ابحاث كتيره جدا عن حاجه اسمها كوجيك اسيد. الكوجيك اسيد ده بيمنع تكون حاجه اسمها تريبسين. لما بيمنع تكونه في الحاله ديت، انا اديت للبشره بتاعتي، اديت لها النضاره واديت لها كمان عدم ظهور الخطوط البيضاء، مش هتظهر اصلا من الاساس. طيب خلينا نترجم ده بشكل عملي علشان برضو كل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا. النهاردة بقى موجود في مصر كريم مسجل في وزارة الصحة، كريم مكوناته كلها من الطبيعة، ما فيهاش أي نوع من أنواع الكيماويات، علشان ناس كتيرة جدا بشرتها حساسة، لما بيجي يتحط عليها أي حاجة كيميكالز من الحاجات الكوسموتكس أو مصطلحات التجميل بتعمل مشكلة كبيرة وحساسية واحمرار في الوش ده حقيقي وحروق وحاجات كده. ده حقيقي، فإحنا مش عايزين نعالي حاجة ده حاجة. خلينا نشوف أول في بدايتنا النهاردة في الحلقة ده الكريم اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كريم الغسول، معلش اسمه ايبافيد. الغسول ده هنبتدي بيه ان اول حاجه في مكوناته في الكوجيك اسيد. فالنهارده انا اديت للبشره بتاعتنا، اديت لها حفاظ من ظهور العلامات التجاعيد. يعني ده غسول للبشره؟ ده غسول للبشره اللي هو زي الميه بالظبط. احنا ممكن نستخدمه في اربع استخدامات للبشره. اول حاجه هنستخدمه كغسول، والغسول طبعا بنحطه من دقيقه لدقيقتين على بشرتنا، وبعد كده نبتدي نغسله بميه فتره كده. احنا استخدمناه اول استخدام ليه اللي هو الغسول. طب تاني استخدام ليه؟ هنستخدمه كسكراب. طبعا احنا النهارده بشرتنا من على مدار اليوم بتاعنا بتكون عليها خلايا ميته كتير، وفي نفس الوقت كمان بتبتدي من خلال التلوث اللي احنا بنتعرض ليه في بعض الاشياء الصلبه الصغيره اللي ممكن احنا في البدايه ما نشوفهاش بتبقى موجوده كمان على بشرتنا. فممكن نستخدمه كسكراب ان احنا بنحطه على وشنا ونبتدي ندعك بحركه دائريه على البشره، طبعا بلطف، مش ليفه هي هنقعد ندعك جامد كده، لا بلطف، وبعد كده نبتدي نغسل وشنا بالايد عادي كده ولا بالكوتون بتاع الميك اب؟ ممكن يا الكوتون او لو ايدينا نظيفه بنبتدي ان احنا بحركه دائريه كده بنحرك باطراف ايدينا عاليه. هو تقريبا هو ده اللي موجود معانا بالظبط، ده الايبافيد. الحاجه الثالثه كمان اللي ممكن نستخدمها كقناع، ان احنا بنبتدي نحطه على البشره ونسيبه من 20 ل 30 دقيقه على بشرتنا، ده الاستخدام الثالث ليه. جميع الخلايا الميته اللي على بشرتنا من خلال القناع دوت بيبتدي انها تزال تماما. طب انا هسالك سؤال خاص بالموضوع ده، ماشي. لان انا في شويه حاجات بتبقى قلقاني انا شخصيا، يعني ماشي، في بعض المنتجات اللي ممكن تكون بتظهر بتدي نفس النتيجه بس بتعمل حاجة سيئة جدا جدا جدا، يعني لفترة معينة بتدي تقشير في البشرة، يعني تحس ان البشرة مليانة قشر كده وشكلها مش لطيف خالص. ده حقيقي، لان هي بتبقى عليها كيماويات وبتبتدي انها تأثر على خلايا البشرة الطبقة الأولانية من البشرة، فبتدي التقشير بيبتدي يعمل لك زي قشرة بيضة خفيفة. هو ده الخطوط. ده الخطوط بالظبط في التجاعيد، احنا شفنا تأثيرها ده قبل وبعد، اللي هيبقى على ايدينا الشمال ده قبل استخدام ايبافيد، وبعد الناحيه الثانيه ده بعد الاستخدام. طب احنا هنستخدمه قد ايه؟ هل هي مره مرتين ثلاثه؟ لسه هقول لك، يعني النتيجه دي اللي قدامنا بعد قد ايه تظهر؟ النتيجه دي بتظهر بعد 6 اسابيع، استخدمنا لست اسابيع. ست اسابيع يعني شهر ونص. يوميا بقى يعني ولا ايه؟ يوميا الغسول بنستخدمه، يوميا كل يوم الصبح اول ما بنصحى وبالليل لما بنيجي ننام. لو احنا هنستخدم طريقه الغسول، لو هنعمله قناع ممكن نعمله مره في الاسبوع. وفي الحالتين ست اسابيع هيجيبوا النتيجه دي؟ ست اسابيع هيجيبوا النتيجه دي. أوكي. الحاجه المهمه جدا كمان دلوقتي اللي كتير جدا من البنات والسيدات بيعانوا منها، موضوع ان بشرتهم بتغمق، فتلاقي لون البشره لون والجسم الداخلي لون تاني، ودي بتبقى منظر غير محبب بالنسبه للسيدات. فكان يهمنا كمان ان في الايفافينت ان هو يكون بيفتح البشره. فده موجود برضو في الغسول بالظبط. احنا لو شفنا المكونات، يعني عايزين برضو الشاشه تجيبنا على المكونات، تقالي صعبة برضو مكتوبة هتيجي. طيب هي من ضمن المكونات كمان اللي موجودة فيه
في فيتامين سي وفيتامين بي. فيتامين سي طبعا معروف تأثيره على البشرة ان هو بيديها انتعاشة، وفي نفس الوقت كمان فيتامين سي بيعمل ريجينريشن للخلايا بتاعت بشرتنا انها تتجدد. موضوع تجدد الخلايا للأسف ناس كتيرة جدا بتهمله، ان انا لازم فعلا بشرتي ابتدي اجدد الخلايا بتاعتها، لان بتبقى في خلايا كتير ميتة بتأثر على تغذية الخلايا الحية. فانا النهاردة لما هجدد البشرة بتاعتي انا كده استفدت اربع حاجات، خلينا نقولهم مع بعض. اول حاجة ان انا تخلصت من ظهور التجاعيد، دي هتبقى رقم واحد معانا النهاردة، مش هيبقى فيه تجاعيد، فنقدر ان احنا بكل امان وكل ثقة نبتدي نظهر حتى في مناسباتنا زي ما انت قلتي، او حتى انا لما هشوف نفسي في المراية اكتر حاجة هتزعجني هي ظهور التجاعيد. طبعا طبعا بالظبط. الحاجة التانية ان انا وشي يبقى منور. مش معقول اكون داخل على حد وانا حاسس مطفية. ان انا مطفي. بالعكس النهاردة انا في ايدي ان انا اكون وشي منور في اي حتة انا بظهر فيها. كمان بتدي ثقة للبني ادم وتدي له كده روح حلوة انه لا بشرته صافية وكويسة وثقة بالنفس. طبعا صحيح. كمان من الحاجات المهمة جدا كمان انا تخلصت من كل الخلايا الميتة اللي موجودة عندي. فالنهاردة بشرتي هيبقى على طول الخلايا بتاعتها متجددة وكمان نظيفة. اخر حاجة بقى معانا في حاجة في الرابعة اللي هي في الايفا بيد اللي هي تفتيح البشرة. انا بشرتي هتبقى واخدة نفس اللون بتاع جسمي من غير تقشير. من غير تقشير. انا بقشر التقشير الخفيف. مش التقشير الكيماوي. اللي هو بلاقي بعديها بشرتي محمرة، او بلاقي بعديها بشرتي ابتدى يسر فيها خلايا كأني او قشرة بيضاء او جروح. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لو خدناها بالميزان بتاعها هنوصل للحاجة الطبيعية اللي احنا محتاجينها. تمام. عندها 30 سنة وعلى طول بيظهر لها بقع غامقة وهالات سودة، ممكن تعمل ايه؟ برضو سن صغير يعني 21 و30 سنة، يعني بيبقى صعب قوي ان الحاجات دي تظهر في وقت بدري قوي كده. انت سؤالك حلو جدا وهو مكون للسؤال الاولاني اللي انت سألتيه. بعد الغسول بالتبعية لازم هنبقى محتاجين كريم. طبعا احنا النهاردة لما بنتكلم لازم نقول يا جماعة ما ينفعش ان انا اغسل بشرتي واسيبها كده متعرية للهواء، لازم احط لها كريم. الكريم هيعمل لي ايه؟ هيرطب لي البشرة، في نفس الوقت هبتدي ان انا افتح لي البشرة بتاعتي. كمان النهاردة تأثير لحاجة اول مرة النهاردة تكون في مصر وتكون موجودة في كريم التيتانيوم. وده من كريم التفتيح ميلا. احنا بعد ما غسلنا الغسول هنبتدي نحط كريم التفتيح ميلا، وفي عنصر التيتانيوم. التيتانيوم دوت كل الابحاث العالميه اللي اتعملت عليه ان هو بيخش على البشره يديها درجه افتح من البشره بتاعتها. فبالتالي النهارده انا لو بشرتي غامقه وبشرتي ابتدى حاسس فيها ان في ابتدى جسمي فيه لونين، هبتدي بعد الغسول احط كريم ميلا. ده الكريم اهو. السؤال برضو اللي هتسالوه لي النتيجه هتظهر يا دكتور بعد قد ايه؟ كله بيدور النهارده على النتيجه. طبعا وكله عايز النتيجه وقتيه، يعني احط واشيل الاقي واحده نفسي واحده ثانيه. صحيح. طيب موضوع التاثير هيبان بعد قد ايه؟ على حسب نوع بشرتك وعلى حسب انت درجه الغمقان بتاعت بشرتك كانت واصل لغايه فين. ناس بتهمل بتقعد فتره طويله مهمله في نفسها وبعد كده بتفاجئ بالمشكله. مبدئيا انت بتظهر النتيجه المبدئيه ليه في خلال 6 اسابيع. يعني 6 اسابيع من الاستخدام اليومي لكريم ميلا. يعني هما الاثنين تقريبا زي بعض. ما هو الاثنين متوازين مع بعض، انا هغسل بالغسول اللي هو الايبافيد وبعد كده هكمل عليه بالكريم ميلا. تمام. هننقل على حاجه تانية خاصه بالتجميل برضو، بس مش في البشره، هنا في الوزن. بتقول وزنها 96 كيلو، عندها انيميا، هل لو خدت الالياف جسمها يعني هيستفاد بالعناصر الغذائيه اللي فيه ده، ولا عشان الانيميا مش هيجيب نتيجة معاها؟ طيب هي كده كده الأنيميا لازم هتاخد حديد، ده عنصر أساسي ليها جدا بالنسبة لإنقاص الوزن. فالألياف الفايبرز عالميا هي نمبر 1 النهاردة لما بنيجي نقول تخسيس. وخليني بالمناسبة النهاردة نرفع يعني شعار أو حملة بنكون خلال برنامجك النهاردة، يا جماعة اللي بيسمعونا وبيتفرجوا علينا ارحمونا من أنظمة التغذية القاسية، لأنها في النهاية هم بيحرموا نفسهم من كل حاجة. بالظبط. وبعدين يرجعوا بعد كده بقى يبقى عندهم شهيه مفتوحه يعني عايزين ياكلوا كل حاجه قدامهم. يوميا بيجي لي حالات من الناس اللي بياخدوا نظام رجيم قاسي وبنتفاجئ بعد كده عندهم مشاكل في الضغط، عندهم مشاكل في القلب، عندهم مشاكل في الكبد، مشاكل كثيره جدا وامراض كثيره جدا نتيجه النظام الغذائي القاسي. ما تفرحش بالنتيجه بتاعت اول اسبوع. شوف اللي بعد كده التبعيات بتاعته. طيب الفايبرز هتنزل وزني؟ اه هتنزل وزن، بس انا بديك حاجه متوازنه. اللي هي اولا هتسد الجوع بتاعك فانت هتفضل شبعان. هي نفسها الفايبرز عباره عن الياف نباتيه
وفواكه. فبالتالي الفيتامينز هتاخد تغذيه منها. هتاخد تغذيه منها. تمام. طيب استاذ جمال راجل اهو ماشي بيقول لو خدت الالياف واستمريت عليها ممكن اخس في الاول وبعد فتره جسمي ياخد منها مناعه ووزني ما ينزلش، يعني الاعتقاد اللي هو عند بعض الحاجات اللي ممكن شخص يعمل دايت يخس بسرعه في الاول وبعد كده وزنه يثبت، او ياخد بعض الادويه فجسمه يبتدي ياخد عليها فما تجيبش بعد كده مناعه. كنا لسه بنتكلم على الموضوع دوت، ان الجسم نفسه بتاعنا عباره عن الميكانيزم بتاعه عباره عن كل حاجه هنبتدي ناخدها يا بيستفيد منها يا بيخرجها بره الجسم يا بيحولها لدهون. لما بنتبع نظام غذائي قاسي او بناخد ادويه كيماويه الجسم بعد فتره ما بيستجيبش ليها، وفتره قصيره جدا. فاحنا النهارده لو خلاص قررنا ان احنا ننزل في وزننا اول حاجه لازم نعملها نظام غذائي يكون متوازن، والحاجه الثانيه اللي لازم نكون متاكدين منها ان احنا لما بناخد حاجه لانقاص الوزن تكون حاجه تفيد جسمنا ما تضرش جسمنا. طيب خلينا ناخد التليفون ونقول بقيه الاسئله. مدام رشا اهلا بيكي اتفضلي. ازيك يا استاذه ربيع؟ الحمد لله بخير، كل سنه وانت طيبه وحضرتك بالصحه والسلامه. اتفضلي. بيقولوا لي انت خدتي الالياف مش كده؟ اه خدتها بقالي شهر كده بالظبط. طب قولي لي خسيتي قد ايه؟ خسيت 7 كيلو. طب حلو. كان وزنك قد ايه بقى؟ كان 108 بقيت 101. قولي لي جابت معاكي نتيجه من اول يوم؟ حسيتي ان انت شبعانه وان كمياتك في الاكل قلت ولا بعد فتره ولا بعد اسبوع ولا ايه؟ لا في الاول كنت حاسه ان في جوع شويه، بس بتيجي ان انت تحاولي تقولي عايزه اكل ولا حاجه ما بتلاقي نفسك بتبقى مسدوده. ما بتقدريش تاكلي نفس الكميات اللي كنت بتاكليها؟ لا 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 نهائي صراحه. طيب انا كنت عايز اعرف منك دايما كل واحد لما بيبتدي ياخد ويفكر ان هو ينزل في وزنه وياخد حاجه مثلا دواء ممكن يفكر ان هيحصل له صداع او حالته النفسيه تتاثر او اي اثار جانبيه مع الالياف الطبيعيه، حصل لك اي حاجه من الاثار الجانبيه دي؟ لا لا ولا حاجه خالص، وفعلا كان بيحصل كده لان انا قبل كده كنت واخده انواع براشين مختلفه. خدتي قبل كده ادويه؟ قبل كده خدت كذا نوع بس كان برشامات انواع براشين. اه فعلا كانت بتنزل بس كان بحس بدوخه بصداع، بحس ان انا مفيش تركيز خالص. ساعات بيجي حاله اكتئاب. ده بقت الكبير صحيح. مش اي حاجه من دي نهائي. طب الحمد لله. طيب انت لما خسيتي السبعة كيلو حد قال لك وشك حصل عليه تاثير؟ لا 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 ولا حاجه خالص. طب السبعة كيلو بانوا على انت حسيتي ان انت مرتاحه اكتر، نفسك افضل بكتير؟ انا كنت لما بنزل اعمل اي مجهود او اودي اولادي دروس وحاجه زي كده كنت بحس ان انا مش قادره امشي حتى. استمري بقى. بحس بنهجان. عايزه تخسي قد ايه؟ يعني نفسي 70 75 80 ان شاء الله هتوصلي. ان شاء الله ان شاء الله. طيب ناخد استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم السلام عليكم. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا اتفضل يا فندم. اولا انا تابعت المنتج ده عن طريقك انت، وانا طبعا بثق في قناه النهار وفي المدام لميا. ربنا يخليك. وكنت طبعا انا مواظب على طول مع الدكتور مع الشيخ محمد ابو بكر وكده. انا بس عايز اقول ان المنتج ده كويس في حاجتين. اتفضل. الحاجة الأولانية إن هو ملوش أعراض جانبية. الحاجة الثانية إني أنا ما بروحش للدكتور وحجز وكده. أنا أخدت المنتج ده من حوالي شهرين. أنا وابني. تمام. وأنا واخده عشان ابني أصلاً وزنه 100 كيلو. وكده وكان عايز ينزل. فهو نزل في حوالي شهرين 7 كيلو. وأنا أخدت حوالي شهر واحد نزلت 3 كيلو. طب كويس. واخدة بال حياتك؟ كويس. أنا بس برضو عايز الشركه او الدكتور يكون في متابعه، دي بس اهم حاجه احنا عايزينها. حاضر ان شاء الله. انما هو كويس يعني، انا صراحه شايف ان هو حاجه كويسه ومفيده يعني. انت بتاخده مرتين في اليوم في الغداء وفي العشاء؟ انا اخدته مرتين بس انا بطلت صراحه عشان الميه، عشان انا كنت بشرب وراه ميه والميه بتتعبني اصلا. انا ما بشربش ميه كتير، انما ابني بياخده مرتين في الغداء وفي العشاء ونزل 7 كيلو هو. بس حضرتك بطلت تاخده خالص؟ انا بطلت بصراحه لان انا وزني مش بس كنت بتشجعه. انا كنت باخده لابني عشان كنت بشجعه. تمام. حاضر. وبعدين انا اصلا اخدنا كان في اوفر ساعتها، اخدنا 3 كورسات وكده. وبعدين دلوقتي خلصناهم وجبنا واحد تاني. طيب بشكرك يا استاذ ابراهيم.
تابعوا الناس بقى. حلو المشاركة. طبعا طبعا حلو المشاركة يعني طبعًا. حد ان هو بيشكر بيشارك ابنه او مثلا زوجة طبعًا. بتشارك زوجها طبعا دي حاجة كويسة. يشجعوا بعض طبعا طبعا. وانا خدت بالي انه تقريبا حسب كل جسم يعني في حد خس 7 كيلو في الشهر في حد لا خس في شهرين 7 كيلو فتقريبا حسب قدرة كل واحد وحاجة قابت جسمه للمنتج نفسه طبعًا او في في individual variation ما بين شخص لشخص كل واحد بينزل على حسب استعداد الجسم بتاعه بس في الاول والاخر والنهايه برضو دايما نقول يا جماعه يا جماعه يا جماعه الالياف الطبيعيه عنصر مساعد لازم في الاساس نظام غذائنا يكون متوازن ما ينفعش ان انا النهارده اخد الياف واقول خلاص انا كده عملت الدور اللي عليا لا انت عليك دور تاني اكبر ان انت الاكل اللي انت بتاكله لازم يكون صحي ومتوازن برضو لاحظت ان السيدات دايما عشان هي تبقى يعني متوصيه بجوزها قوي فساعة الغداء تحط طبقين جوزها يحط تحط له طبق كبير وهي تحط لنفسها طبق صغير طب ما هو كده يعني لو الأكل شهي هياكله وهيتخن وهتلاقي المشكلة تانية أكبر فحاولي دايما يكون الأكل دايما اللي أسرتك كلها يكون متوازن طيب سؤال مهم جدا نسأله أستاذ مصطفى بيقول أنا باخد الألياف والحمد لله خسيت 5 كيلو في أسبوعين سؤالي بقى بعد ما خلص الكورس وزني هيرجع يزيد تاني ولا هيثبت على كده بص هو السؤال ده اتكرر كتير قوي لان كل واحد فاكر ان هو خلاص طالما خس ان هو مش هيرجع يتخن تاني. فبرضه بقول لكل المشاهدين بتوعنا بالظبط انت النهارده لو رجعت نظامك الغذائي القديم مره تانيه جسمك هيتخن مره تانيه. فلازم ان انا النهارده طالما خسيت لازم ابتدي احط نظام لاكلي امشي عليه. تمام. شيماء بتقول انها خدت الالياف مبسوطه جدا منها لانها ظبطت لها السكر. سؤالها بعد ما تخس وتوصل للوزن اللي هي نفسها فيه هل ينفع تستمر عليه عشان تبقى مظبطه لها نسبه السكر برضو ولا لا ممكن تستمر عليه هيبقى في وجبه الغداء بس هتستمر عليه مره واحده في اليوم تمام استاذ سعيد بيقول عندي الكبد وعايز اخس وخايف ياخد اي حاجه عشان ما تاثرش على الكبد وعلاج الالياف امنه ضد الكبد ولا لا موضوع الكبد ده الحقيقه منتشر جدا ناس كتير قوي بتخاف تاخد اي حاجه الحقيقه ده حقيقي لان اي حاجه كيماويه بتتاخد على طول اول تاثير ليها بيبقى في الكبد فانا احب اطمنك الالياف هي عباره عن منتج طبيعي 100% ما فيهوش اي ذره كيماويات نهائيا هو معمول بطريقه النانو فايبرز واخدين مكثف من النباتات والفواكه جوه الكيس اللي هو انت بتاخده بتاع الالياف الطبيعيه فتقدر تاخده وانت مطمن تماما وفي دكاتره امراض كبد كتير جدا بتوصفه للمرضى بتوعهم اللي بيبقى عنده دهون على الكبد او عنده زياده في الوزن. دكتور خالد نورتني وبشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير الساعه 3 اشوفكم بالف خير سلام عليكم.